ولعبت النادي الاهلي. بس السنه دي في ميزه. ايوه السنه دي في ميزه مهمه جدا الا وهي ان كولر قدر يوظف كل السكواد بتاعه. صحيح. فنسبه الاهلاك عنده كانت اقل كتير جدا من المواسم اللي قبل كده. في واضح ان في اجهاد يا كابتن. اكيد لازم هيبقى في اجهاد. هو لازم بس اقل من المتوقع. أيوة. بس اما انا اخش الريكفري بتاعي، اخش الفتره بتاعه الراحه بتاعتي وانا في بنسبه 90% مجهد، غير لما اكون بنسبه 100% مجهد، غير بنسبه 70% مجهد. اوكي. دي بتفرق كتير جدا مع اللعيب. فاعتقد ان هو السنه دي احنا لاحظنا دي، ان حتى في بعض الماتشات بتلاقي سكواد مختلف عن السكواد اللي بيلعب. صحيح. الماتش اللي قبل منه بيلعب عدد كبير من اللاعبين، وتلاقي اللعيبه كلها فريش تقريبا. فريش. كابتن مجدي معلش قبل ما اخد حضرتك في النواحي الفنيه، هل يعني انا الموضوع ده بيؤرقني بشده يعني، لانه موضوع صعب. هل من الممكن ان يكون هناك قانون او لائحه من الاتحاد الدولي تفرض ان اللاعب ياخد له على الاقل من اسبوعين لثلاثة راحه؟ هو يعني لو الموضوع لو هو عام منتشر او شامل، اكيد الاتحاد الدولي هيكون له دور في القصه دي. انما احنا استثناء عن العالم كله يعني. انت لو دخل لو شفت القصه هتلاقيها استثناء، فصعب جدا ان الاتحاد الدولي يدخل في استثناء علشان يطلع له لائحه. انما الحاله مش عامه، العالم كله. فهمت حضرتك. احنا خارجين، احنا اللي شاذين عن الاتحاد المصري حتى. الاتحاد ما هو مين اللي ده هو العامل. بس ده هو العامل. لا بس خليني اقول لك مثلا يا كابتن، ان السنه الجايه انت عندك 150 يوم من ال 360 يوم ولا 365 يوم فقط، بس هم اللي تقدر تعمل فيهم. انت لو خدت بالك يا اسلام، انت حتى في التلاحم بتاع المواسم، انت في فترات عندك بيبقى في فواصل ما بين الماتش والتاني، في احيانا بيبقى بال 15 يوم وال 16 يوم. لا ما بتحصلش. لا بتحصل احيانا، بتحصل في وسط السيزون. في وسط السيزون لما يبقى في مثلا دوري عندك، بيبقى في الماتشات الدوليه في وقت من الاوقات. ايوه الامم الافريقيه او الامم الافريقيه او تصفيات كاس العالم او فبيحصل عندك فواصل كتيره جدا بين الماتشات. انت ممكن تستغل لو انت اشتغلت الحاجات دي، ما ممكن انت تبدا مظبوط وتنتهي مظبوط. اصل هي الحاجات دي كمان ومعروف توقيتها. معروف توقيتها يعني السنه الجايه معروف. معروف السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها. الاتحاد الافريقي دايما بيعمل الجدول بتاعه لسنتين قدام. صحيح. فانت عندك كل حاجه معروفه من قدام. انما هي القصه بيبقى اعتبارات تانية مختلفة، ان الاهلي لو وصل في المرحلة دي لازم يتوقف الدوري علشان ما يقدرش يلعب هنا. فالقصة هي البيضة ولا الفرخة، وعايزين نظبطها.